ببعت حبي وتقديري لكل شعب المغرب، شعب أنا كثير تقربت منه وقت كنت عم بدرس ساكن بباريس، من أكثر الناس اللي تحسون قريبين كمان هيك من اللبنانية لأنه عندهم أنكوتي وسترنايزد وهيك، وبتمنى لهم للجميع رمضان كريم وعيد فطر سعيد. رمضان عواشركم بروكة، وكنتمنى لكم إن شاء الله تدوز عليكم أيام رمضان بصحة وسلامة وبطاعة الله إن شاء الله. كل عام وأنتم بألف خير، رمضان يجمعنا إن شاء الله بالخير واليمن والبركات حول ام بي سي وحول كل اقطار العالم العربي، ان شاء الله بتعم السلام والفرحه والمحبه كل بلداننا العربيه، وبوعدكم انه عنا مفاجاه لكم لبلاد المغرب العربي قريبا جدا. رمضان مبارك سعيد وعواشركم مبروكه، وان شاء الله يا رب يجعلوا شهر كرم ورحمه وغفران. السلام عليكم، معكم عصام كمال، كنتمنى لكم رمضان كريم ومبارك ان شاء الله لكاع المغاربه وكاع المسلمين وكاع الامه الاسلاميه وكاع البشريه فين ما كانت ان شاء الله، الله يدخلوا علينا بالصحه والراحه والرحمه والمغفره ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب جعل رمضان سعيد عليكم وعلينا وعلى كل الامه العربيه والاسلاميه، وان شاء الله يبقى فيه سعاده وهنا وحب، وبالحب كل حاجه تبقى حلوه. كل سنه وانتم طيبين. كنتمنى رمضان كريم كاع المشاهدين اللي تخصصوا الصوصون، نتسناو الجديد ديالي ان شاء الله على هذا الموقع الجميل، تبارك الله عليك. كنقول لكم رمضان كريم، ان شاء الله يدخل عليكم الصحه والسلامه، وشكرا لكم، شكرا ل 360 درجه على دائما تتابعوا على اخباري، وكنبغيكم بزاف. ثانك يو. نهاركم سعيد بحلول الشهر المبارك، يا رب ينعاد بالخير والصحه على كل حدا عم بيشوفنا هلا، وعلى الامه العربيه والعالم كله اجمع يا رب. معكم سليم عساف، بحبكم. تنقول لهم رمضان مبارك سعيد، ونتمنى يكون خفيف على قلبكم، ورمضان هو شهر التسامح وشهر الغفران وشهر العائلة، دونك بالنسبة لي قضيو كثر في داك الشيء الماكلة. مشاهدي لو 360 كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم الصحة والراحة والعافية وكل ما تمنيتوا إن شاء الله. لكل مشاهدي 360 كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان، ويعودوا عليكم بالصحة والخير إن شاء الله. داليا مصطفى. رمضان يدخل عليكم بصحة وسلامة باش ما تمنيتوا، وأكيد للمغاربة كاملين والجالية المغربية فين ما كانوا والعرب كاملين والعالم كامل إن شاء الله يعم علينا السلام، وربي يدوم علينا الخير والمحبة والسعادة، وكل رمضان تكونوا بألف خير.